كانت دمشق وما زالت من أعظم المدن في التاريخ، وشعبها من أكثر شعوب الأرض تمسكاً بعاداته وتقاليده ومتميزاً بالكرم والجود. شهر رمضان في دمشق له مكانة خاصة وفريدة في قلب كل دمشقي، وله عادات وطقوس منذ سنين طويلة لم تتغير حتى الآن. توارث سكان دمشق على مر التاريخ عادة جميلة اسمها السكبة، وهي توزيع الطعام قبل موعد الإفطار على الجيران، وكل جار يقدم سكبة من طعامه لجاره، فيصبح لدى كل الجيران مائدة متنوعة الأصناف. هذه العادة ليست مقتصرة على الصائمين فقط، فحتى المنازل المسيحية تشارك بإعداد أصناف مختلفة من الطعام وسكب صحون لبيوت جيرانهم الصائمين. فدمشق تتميز بتعايش مشترك له رونق خاص يميزها عن كل المدن الأخرى. في رمضان تزدحم الشوارع والأسواق بالمقبلين على شراء الأطعمة والمشروبات المرتبطة بالشهر الفضيل. ومن أبرز أكلات رمضان في دمشق الناعم، وهو مزيج من الطحين والماء والزيت، يعجن على شكل أرغفة، يقلى بالزيت ويزين بدبس العنب أو دبس التمر. ويتفنن أهل دمشق بإعداد أنواع الحلويات والأطعمة، فلا يمكن تخيل أي سفرة رمضانية تخلو من الفتوش أو التبولة وشوربة العدس والفتة وغيرها الكثير، بالإضافة للمشروبات الرمضانية التقليدية المدهشة كالعرقسوس والتمر الهندي وشراب التوت. وتجتمع العائلة على الإفطار معاً في جو من المحبة والإلفة بعد سماع آذان الإفطار. الله أكبر. ومن تراث دمشق القديم الحكواتي، الذي يروي قصصاً عن البطولة والرجولة أمام جموع من الناس يتفاعلون معه في وقت للراحة والترويح عن النفس في جلسات المقاهي اليومية والمحببة لدى الكثيرين حتى الآن. في حارات دمشق الشعبية القديمة ما زال يدور المسحراتي بطبلته وينادي بصوت مرتفع يا نايم وحد الدايم، ويطرق أبواب الصائمين ليوقظهم للسحور. اصحى يا نايم، العمر مو دايم. اصحى يا نايم، وحد الله الدايم. حنا أحباب النبي ورب السماء حامينا. ورغم كل التطور والانفتاح الذي نشهده في يومنا هذا، إلا أن الحفاظ على هذه الطقوس في شهر رمضان المبارك